بالمقابل جدد متظاهرو صحة الأحرار في كربلاء مطالبتهم بإلغاء انتخابات مجالس المحافظات على اعتبارها حلقة فساد زائدة، إلى جانب تعديل الدستور وحذف فقرة الانتخابات المحلية. حفاظا على منجزات شعبنا وتحقيقا لآماله في القضاء على الفساد والسرقة والمحاصصة المقيتة، ولأننا عازمون على القيام بواجبنا الوطني والأخلاقي، نعلن لكم عن موقفنا المبدئي بخصوص مجالس المحافظات وانتخاباتها التي سال شلال من الدماء الزكية للعديد من الشهداء في سبيل إلغائها أو تجميدها. عليه نعلن لكم مقاطعتنا لهذه الانتخابات ونطالب بتعديل الدستور وإلغاء مجالس المحافظات كونها حلقة زائدة تشيع الفساد والمحاصصة ويصرف عليها المليارات من أموال العراقيين التي يجب أن تصرف بمجالات تنموية أخرى. مقاطعون مقاطعون مقاطعون.